في نشرة السادسة مساء من بوابة الوطن، وإلى أهم الأخبار. السيسي يتصل هاتفيا بالرئيس بوتين لمناقشة الأزمة الليبية. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن الاتصال شهد التأكيد على موقف مصر تجاه ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي. الحكومة تنفي 14 شائعة. نفت الحكومة انتشار الجراد وغرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية وتغيير تصميم العملة الورقية فئة 10 جنيهات. أما عن الأرصاد، الموجة الباردة والصقيع مستمرة لمدة 3 أيام. أكد خبراء الأرصاد أن الطقس بكرة هيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح هتكون خفيفة إلى معتدلة. ورياضيا، أسوان يحدد 10 مليون جنيه مقابل انتقال جوميز للأهلي. مجلس إدارة النادي حدد 10 مليون جنيه مقابل بيع اللاعب محمد صباحي الشهير بجوميز وصانع ألعاب الفريق، وده خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو الصيفية المقبلة. وأخيرا مع أسعار الذهب، واللي انخفضت خلال تعاملات اليوم وسجل عيار 21688 جنيه. وبكده تكون انتهت نشرتنا، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الوطن نيوز.com.